The fire was thoroughly investigated. I'm left with the conclusion that this fits into the category of spontaneous human combustion, for which there is no adequate explanation. لا, لم تكن الحالة الوحيدة, ولكن ربما الأخيرة. السر وراء ظاهرة الاحتراق الذاتي. أصدقائي المتابعين, حلقة الليلة ستأخذنا في جولة مرعبة. أجساد محترقة دون سبب, أثاث وبيوت سالمة دون أذى, وأصحابها جثث متفحمة. بين مؤيد ومعارض لا جواب واضح, نظريات عديدة ومحاولات حثيثة لفك لغز بدأ منذ قرون مضت وما زال مستمرا, وحملت في طياتها أطنانا من الغموض والجدل. ظاهرة بثت الرعب في قلوب من شهدها, فكيف بحال من خبرها؟ فما القصة وما هي هذه الظاهرة؟ خذوا نفسا عميقا واستعدوا لما ستعرفونه الليلة حول ظاهرة الاحتراق البشري الذاتي. قبل البدء في الحلقة أصدقائي, لا تنسوا أن تشتركوا في قناة الرسمية وتفعلوا جرس التنبيه, كما أنني أشارك في شرح هذا الفيديو روابط حساباتي الشخصية على إنستغرام وفيسبوك لمن أراد متابعتي والتواصل معي لطرح أي معلومة أو تعليق. الاحتراق البشري الذاتي مصطلح أغلبنا سمع به, مصطلح كان مصدر إلهام للعديد من الكتاب والمؤلفين كطريقة فريدة ومثيرة لإنهاء حياة إحدى شخصياتهم. المصطلح بحد ذاته يشرح نفسه. بالإنجليزية تسمى هذه الظاهرة Spontaneous Human Combustion, واختصارا تعرف بـ SHC, وهي عبارة عن اشتعال جسد الشخص تلقائيا دون مسبب خارجي. قد يسبب هذا الاشتعال حروقا بسيطة, إلا أن المتعارف عليه أن هذه الظاهرة المرعبة غالبا ما تسبب الوفاة احتراقا. درجة حرارة الاحتراق بحسب المصادر الطبية والعلمية المختلفة قد تفوق 250 درجة مئوية. فهل لكم أصدقائي أن تتخيلوا الرعب والألم الذي مر به ضحايا هذه الظاهرة؟ بداية ظهور هذا المصطلح كان عام 1641 في كتاب لدكتور دنماركي يدعى توماس بارثولين. في هذا الكتاب ذكر الطبيب ظاهرة طبية غريبة الوصف, وفاة فارس إيطالي يدعى بولونوس فورستيوس. وبحسب ما ورد في موقع The Independent, فإن بارثولين الفارس استمتع بعدد من كؤوس النبيذ القوي في منزل ذويه قبل أن تشتعل النيران فيه فجأة ويموت حرقا أمام أعين من كان موجودا. طبعا بحسب الكتاب وموقع The Independent, عاد هذا الكاتب عام 1663 لوصف وفاة امرأة في باريس احتراقا وتحولها إلى رماد خلال نومها. بحسب هذا الطبيب, السرير الذي كانت عليه المرأة لم يصب بأي أذى. غريب, يجب أن أنوه هنا أن بارثولين لم يعطي اسما لهذه الظاهرة, إنما اكتفى بذكر تفاصيلها فقط. نكمل مع تاريخ ظهور هذا المصطلح. عام 1673 فيزيائي فرنسي يدعى جوناس ديوبونت نشر مجموعة من حوادث الاحتراق البشري الذاتي في كتاب له باسم الحرق الذاتي لجسم الإنسان, إلا أن أول ذكر أو طرح للاسم العلمي لهذه الظاهرة كان عام 1764 على يد الباحث والطبيب بول رولي عضو الجمعية الملكية في مقالة له نشرها في جريدة Philosophical Transactions في محاولة لتفسير الموت الغامض للكونتيسة كورنيليا باندي التي وجدتها خادمتها رمادا وبقايا من جسدها, تحديدا ساقيها السفليتين وثلاث أصابع وجزء من جمجمتها دون أي أثر لحريق ظاهر في غرفة نومها. حقا مرعب, أليس كذلك؟ الكاتب الشهير تشارلز ديكنز أيضا استخدم هذه الظاهرة لإنهاء حياة إحدى شخصيات كتابه بليك هاوس ويدعى كروك عام 1852. عام 1983 كتب الطبيب والمحقق الشرعي جافين ثيرستون حول هذه الظاهرة,
وفي المجلة الطبية البريطانية ذاكرا أن هذه الظاهرة شغلت بال العالم العلمي والديني على حد سواء منذ أكثر من 100 عام. لماذا الديني؟ ستعرفون في سياق الحلقة. الكثير من الدراسات والمقالات والوثائقيات التي تناولت أشهر الحوادث التي ارتبطت مباشرة بهذه الظاهرة، بل تم وضع خصائص لتحديد ما إذا كان سبب الوفاة هو الاحتراق البشري الذاتي. هذه الخصائص وردت أيضا في المجلة الطبية البريطانية، ومن بعدها تم تداولها على مختلف المواقع وفي مختلف المراجع. أبرز الخصائص المشتركة بين الجثث التي يعتقد أنها لضحايا الاحتراق الذاتي هي كالتالي، وهنا أنصت جيدا. الضحايا غالبا ما يكونوا إما مدمني كحول أو استهلكوا الكحول قبل موتهم بقليل. الضحايا غالبا من كبار السن العاجزين والقاطنين لوحدهم. اليدين والقدمين غالبا لم تمس بأذى وتنفصل عن باقي الجسد المحترق. الحروق بقسمها الأكبر في منطقة الصدر والبطن والحوض. الحريق تسبب بضرر لا يذكر، وفي بعض الحالات بدون أي ضرر لمحيط الجثة وخصوصا الأغراض القابلة للاشتعال. احتراق الجسم أو بالأصح انفجار الجثة أدى إلى انتشار بقع دهنية على الحيطان مع رائحة نافذة جدا. تذكروا أصدقائي هذه الخصائص جيدا. فنقطتنا التالية سوف تكون حول أبرز ضحايا هذه الظاهرة، وسنذكر وضعية الجثث التي وجدت فيها. ولكم أصدقائي حق المقارنة بين ما أوردناه من خصائص والحقائق التي أوردتها مختلف المصادر. وهنا محطتنا التالية. إذن أصدقائي، كما ذكرت سابقا، العديد بل المئات من الحوادث المتعلقة بالاحتراق البشري الذاتي وثقت في مختلف المصادر منذ مئات السنين، وهو ما يؤكده لاري اي ارنولد مدير معهد باراساينس انترناشنال المختص بدراسة الظواهر الغريبة والخارقة في كتابه الصادر عام 1995 بعنوان أبليز أو اشتعال، حيث يقول لاري في كتابه أن هناك حوالي 200 حالة من حالات الاحتراق البشري الذاتي التي وثقت حول العالم منذ 300 عام إلى يومنا الحالي. بالطبع لن نذكرها كلها، ولكن اخترت لكم أصدقائي بعضا من هذه الحالات، وإحداها كانت مثار جدل كبير ستعرفون سببه في سياق الحلقة. ذكرت في بداية الحلقة أن أغلب هذه الحوادث انتهت بموت أصحابها، إلا أن حادثة واحدة وردت في مجلة The Independent. ذكرت امرأة ألمانية تصارع من أجل البقاء على قيد الحياة بعد أن اشتعلت فيها النيران فجأة فيما كانت جالسة على مقعد في الحديقة وعلى مرأة من عدة شهود أفادوا بدورهم عن اشتعال المرأة الفجائي. المرأة أنقذت عبر عابل سبيل قام بإطفاء النيران باستخدام معطفه. تجدر الإشارة إلى أن هذا الخبر ورد في العديد من المواقع الإخبارية. أما باقي الحوادث التي تم رصدها فللأسف لم يحالف أصحابها الحظ، وكان الموت مصيرهم النهائي. لنبدأ من العام 1938. بحسب موقع The Independent أيضا، فإن سيدة تدعى مايبيل أندروس اشتعلت فيها النيران، وتحديدا نيران زرقاء، وهي واقفة على أعلى الدرج على مرأى من خطيبها وضيوفها الذين أصيبوا بصدمة كبيرة جراء ما شهدوه. الحادثة الثانية بدأت تتضح فيها معالم الاحتراق الذاتي بشكل أكبر. ففي 2 يوليو عام 1951 قامت صاحبة الشقة التي تقطنها ماري ريسر ذات 67 عاما باستدعاء الشرطة بعد أن لاحظت أن مقبض الباب ساخن بشكل غير اعتيادي عند ذهابها لتفقد جارتها. حضرت الشرطة وخلعت الباب، فكانت المفاجأة لا أثر من المرأة سوى أكوام من الرماد مع رجل واحدة فقط. الشيء المتضرر الوحيد إضافة إلى المرأة المنكوبة كان الكرسي الذي كانت تجلس عليه عند اشتعالها. ماري بحسب زوجة ابنها كانت مدخنة وتتناول حبوبا منومة، وقد تكون أسقطت إحدى أعقاب السجائر في حضنها نتيجة لنومها ما تسبب في احتراقها. إلا أن تحقيقات الشرطة والإف بي آي لم تجد أي مسبب خارجي للحريق، لا أعقاب سجائر ولا غيرها، ما دفع الإف بي آي إلى أن تضع في تقريرها احتمالية الاحتراق البشري الذاتي. الحادثة التي كشف النقاب عنها عام 1960 تعد من أشهر الحوادث التي ارتبطت بالاحتراق الذاتي.
بل والصورة التي التقطت للضحية أصبحت رمزاً لضحايا هذه الظاهرة. أنصتوا جيداً. الضحية هنا هو الدكتور جون بنتلي. هذا الطبيب التسعيني وجد ما تبقى منه، أي رجله السفلى مع قدمه وأصابعه بجانب حوض الاستحمام في منزله في بنسلفانيا. بجانب القدم كانت كومة من الرماد أسفل جهاز المشي خاصته. مريب. هل لاحظتم أصدقائي المشترك بين هذه الحوادث وتطابقها مع الخصائص التي ذكرناها سابقا؟ عام 1970 أيضا شهد حادثة احتراق أفضى التقرير النهائي فيها إلى أن سبب الاحتراق غير معروف. الضحية هنا كانت مارغريت هوغن صاحبة 89 عاما. مارغريت وجدت محترقة في منزلها في دبلن إيرلندا بشكل كامل، والبقايا قدماها الاثنان وتحديدا من أسفل الركبة. الرماد وجد على كرسي خشبي تضرر من الحريق، بالإضافة إلى باقة من الورود البلاستيكية كانت بقرب الكرسي. لا شيء آخر في الغرفة تضرر، والسبب كما ذكر التحقيق غير معروف. ننتقل إلى العام 2007. هذه المرة الضحية كانت تجلس مع عائلتها واحترقت على مرأة منهم، جيني سافين. المرأة ذات 61 عاما كانت تجلس حول طاولة المطبخ مع عائلتها عندما اندلعت منها النيران فجأة. زوج شقيقتها دون كارول الذي كان موجودا وقت الحادثة أكد في مقابلة مع The Independent أن جيني كانت تصرخ كالتنين وأن المطبخ لم يحترق. دون قال في معرض حديثه أن التحقيقات لم تفضي إلى شيء، إلا أنه متأكد مما رأى. القضية أو الحادثة التي وقعت عام 2010 كانت مدار جدل واسع، والسبب التقرير النهائي للطبيب الشرعي والمفاجأة التي فجرها. في 28 من ديسمبر عام 2010 وجد مايكل فاهيرتي ميتا في منزله في جالوي إيرلندا. الحروق أتت على معظم جسد الرجل السبعيني الذي كان ملقا على ظهره ورأسه قرب مدفأة النار. البعض سيقول أن المدفأة قد تكون سبب الوفاة، إلا أن الجواب يأتي على لسان المحققين ومختصي الحرائق. فبحسب البي بي سي وذا إنديبندنت وذا صن وغيرها الكثير من المصادر، فإن المدفأة لم تكن مشتعلة من الأساس، ولا أثر لرماد أو جمر متبق فيها. الغرفة التي وجدت الجثة بها لم تمس بأذى ما عدا السقف مباشرة فوق الجثة والأرض أسفلها. تم تعيين المحقق الجنائي والطبيب الشرعي كيورين ماكلوفلين لوضع التقرير النهائي حول سبب الوفاة، فكانت المفاجأة. لأول مرة ومنذ عقود بل قرون يتم رسميا اعتماد الاحتراق البشري الذاتي سببا مباشرا ووحيدا للوفاة. نعم أصدقائي، كما سمعتم، الاحتراق الذاتي رسميا هو سبب الوفاة. وهذا ما ورد في تقرير الطبيب النهائي. ماكلوفلين أكد في تقريره وبعدها في العديد من المقابلات التي أجراها أن الظروف المحيطة وملابسات الحادثة كلها تشير إلى الاحتراق البشري الذاتي. بالطبع الطبيب استشهد بالعشرات من الكتب الطبية والمقالات العلمية التي فندت هذه الظاهرة، وهو ما دفعه إلى استنتاجه هذا. هذا التقرير أعاد الجدل حول حقيقة هذه الظاهرة من عدمها، الجدل الذي سجل منذ عقود وما زال مستمرا إلى اليوم. جدل كان السبب في بروز العديد من النظريات لمحاولة تفسير ما يحدث بشكل منطقي وبالأخص في المجتمع العلمي. فظهرت نظريات مؤيدة وأخرى معارضة، وهنا محطتنا التالية. المجتمع العلمي بأغلبه لا يتقبل مبدأ أن جسم الإنسان يشتعل من تلقاء نفسه، فمن المعروف أن 70% من تكوين الجسم البشري هو من الماء، والعظم يحتاج إلى درجة حرارة عالية جدا ليحترق. ولذلك عمد العديد من العلماء لفرض نظريات تحاول تفسير ما يحدث. أبرز النظريات وأكثرها انتشارا وتقبلا إن صح القول في المجتمع العلمي هي نظرية تأثير الفتيل أو The Weak Effect. المؤيدون لهذه النظرية يشبهون جسم الإنسان بالشمعة. ملابس الشخص وشعره هي الفتيل، أما الشمع الذي يغذي هذا الفتيل ويبقيه مشتعلا فهو الدهون التي يفرزها الجسد البشري. بحسب موقع ساينس ABC المختص بالعلوم والأبحاث، فإن الدهون البشرية تحتاج إلى درجة حرارة 250 درجة مئوية لتحترق، ولكن إذا ما تشبعت ملابس الشخص بهذه الدهون فإن درجة حرارة احتراق الدهون
تنخفض إلى 24 درجة مئوية. هذه النظرية لاقت رواجاً كبيراً في المجتمع العلمي، وبالأخص أنها تؤكد على وجود مصدر خارجي للنيران وإن كان ضئيلاً، تسبب باشتعال الملابس ومن بعدها الجسد، وتحديداً في المناطق التي تكتنز فيها الدهون كالبطن والصدر والأرداف، ما يفسر بحسب المؤيدين احتراق هذه المناطق تماماً وبقاء بعض الأطراف دون احتراق. أبرز المؤيدين لهذه النظرية هو عالم الدماغ في جامعة بيل الدكتور ستيفن نوفيلا، والذي فند هذه النظرية في مدونته نيورولوجيكا، وأكد أن عدة تجارب أجريت باستخدام أجسام الخنازير. إحدى هذه التجارب قام بها عالم مختص في الطب الشرعي مؤيد طبعا لنظرية تأثير الفتيل، وصورت لصالح البي بي سي عام 98. هذا العالم ويدعى جون ديهان قام بوضع غطاء على جثة خنزير، ثم قام بسكب القليل من الوقود على الغطاء وقام بإشعاله، فماذا كانت النتيجة؟ الدهون في جسد الخنزير أصبحت سائلة وغطت الجلد الخارجي والغطاء، ما جعل الجثة تستمر بالاحتراق. انتظر العالم القليل من الوقت ثم قام بإطفاء الحريق. الحروق غطت معظم جثة الخنزير وحولت العظام واللحم إلى رماد، أما محيط الحريق لم يمس بأذى. قد يتساءل البعض أن أغلب الحالات التي سجلت لوحظ غياب المسبب الخارجي للحريق، والدليل التقرير الرسمي الذي ذكرناه لحادثة العام 2010. حسنا، الجواب هنا على لسان البروفيسور المتقاعد في علم الأمراض والأوبئة مايك جرين في لقاء مع البي بي سي، حيث يؤكد مايك أن لا شيء يدعى الاحتراق الذاتي، فالجسد لا يمكن أن يحترق من تلقاء نفسه، ولا بد من وجود مسبب خارجي، ولكن نتيجة للاحتراق الكبير في جسد الضحية يختفي أو يتدمر الأثر بحيث يصبح من غير الممكن إيجاده. على المقلب الآخر، هناك علماء مقتنعون تماما بأن جسد الإنسان يمكن أن يشتعل تلقائيا من دون مسبب خارجي نتيجة لعوامل مختلفة، وأبرزها إدمان الكحول وتشبعه في جسد الإنسان. أبرز المنادين بعدم صحة نظرية تأثير الفتيل وإمكانية اشتعال الجسم تلقائيا هو عالم الأحياء البريطاني الدكتور برايان فورد. بحسب ما أوردته مجلة نيو ساينتست على لسان العالم، فإن تراكم مادة الأسيتون في جسم الإنسان نتيجة عوامل كثيرة مثل إدمان الكحول ومرض السكري أو حمية خالية من الدهون قد يؤدي إلى حالات الاحتراق البشري الذاتي. هذه النظرية ذكرتها أيضا المجلة الخاصة بجامعة كامبريدج المرموقة، إلا أن هذه النظرية لم تفسر أيضا مسبب الاشتعال الفجائي. وبالطبع عرض العديد من العلماء هذه النظرية، حيث أن الدكتور ستيفن نوفيلا في مدونته نيورولوجيكا سخر من هذه النظرية وأكد على منطقية نظرية تأثير الفتيل. نظريات عديدة أخرى خرجت إلى العلن، مثل نظرية تراكم غاز الميثان في الأمعاء واشتعاله نتيجة عمل أحد الإنزيمات بحسب ما ورد في موقع مجلة The Irish Times، إلا أن المشككين بهذه النظرية بحسب الموقع تساءلوا لماذا لم يتم تسجيل أي حالة احتراق ذاتي عند الحيوانات التي تنتج غاز الميثان بشكل كبير في أمعائها وأبرزها الأبقار، كما أن لا دليل علمي يثبت صحة النظرية. العالمي جون نيكل وجون إف فيشر أوردا في أكثر من مقابلة وفي تقرير نشره في مجلة International Association of Arson Investigators وكذلك في كتابهما أن أغلب التحقيقات أظهرت وجود الجثث إلى جانب مصدر للنار، وأيضا أشارت إلى عدم توازن الكثير من الضحايا، ما قد يرجع سبب احتراقهم إلى إهمال غير مقصود. ومن الممكن أن يكون إخفاء مصدر النيران مقصودا، وخصوصا من قبل وسائل الإعلام وبعض السلطات لزيادة الغموض، أو أن النيران التهمت مصدر الاشتعال كما ذكر سابقا. ذهب البعض إلى أبعد من هذا في محاولة لتفسير هذه الظاهرة الغامضة، فمثلا لاري إي أرنولد في كتابه الشهير أبليز يطرح نظرية تقول أن هناك جسيمات تحت ذرية أسماها بيروترون قابلة للاشتعال بمفردها تحت تأثير عوامل مختلفة كزيادة تركيز الكحول في الجسم أو الضغط النفسي الشديد الذي سيقوم بتحفيز هذه الجسيمات وإضرام النار فيها. هذه نظرية انتقدت بشكل كامل من المجتمع العلمي، وقال عنها الباحث والعالم جو نيكل بأن هذه النظرية تفتقر إلى البحث العلمي وتدل على جهل صاحبها. الظواهر الخارقة لابد أن يكون لها نصيب أيضا في تفسير هذه الظاهرة.
في كتاب للكاتب مايكل هاريسون صدر عام 1976 بعنوان Fire from Heaven، يرجع الكاتب سبب الاشتعال لأرواح شريرة تقوم بأذية الشخص المستهدف. ويقول هذا الكاتب أن الطاقة التي تحفز الروح الشريرة مصدرها الجسم البشري، ويؤكد أن ظاهرة الاحتراق البشري الذاتي تقع ضمن خانة ظواهر الأرواح الشريرة. بالطبع الموضوع علميا غير قابل للنقاش، باعتبار أن الأرواح الشريرة من المنظور العلمي غير موجودة من الأساس. العالم جون أبراهامسون يقترح أن ظاهرة كرة البرق الشهيرة قد تكون السبب في هذا الاحتراق. ظاهرة كرة البرق سنتناولها بالتفصيل في الحلقات القادمة بإذن الله. هل تذكرون أصدقائي أنني أخبرتكم أن ظاهرة الاحتراق البشري الذاتي شغلت الجانب الديني كذلك؟ كيف؟ حسنا، بحسب مصادر البي بي سي وغيرها، فإنه في القرون 17 و18 عند بداية ظهور هذه الظاهرة تم ربطها كما ذكرت بإدمان الكحول. ولذلك وتحديدا في العصر الفيكتوري اعتبر رجال الدين أن ظاهرة الاحتراق البشري الذاتي ما هي إلا عقاب من الرب لمدمني الكحول. طبعا الأمر لم يؤخذ بعين الاعتبار لا علميا ولا حتى دينيا في عصرنا الحالي، لتبقى ظاهرة الاحتراق البشري الذاتي إحدى أكثر الظواهر المثيرة للجدل، والتي لتاريخ حلقتنا هذه لم يستطع العلم إيجاد تفسير مقنع لها رغم تعدد النظريات المطروحة. ليبقى باب البحث مفتوحا، ونبقى نحن بالانتظار. إذن أصدقائي، هذا ما استطعنا التوصل إليه حول موضوع الاحتراق البشري الذاتي، ظاهرة حيرت العلم والعلماء منذ قرون مضت من دون تفسير مقنع إلى يومنا هذا. موضوع أبقى باب التساؤلات مفتوحا على مصراعيه. هل من الممكن أن يحترق جسم الإنسان من تلقاء نفسه؟ أم أن وجود مسبب خارجي أمر حتمي لبدء الحريق الذي سيتغذى من دهون الجسم بحسب نظرية تأثير الفتيل؟ وإذا ما صحت، فلماذا لم يستطع المحققون إيجاد أي دليل على مصدر الاشتعال في الحالات التي تم ربطها بهذه الحالة؟ وماذا عن تراكم الأسيتون أو الميثان داخل الجسم؟ هل تعتقدون أن مواد كهذه لديها القدرة على إشعال الجسد البشري من الداخل؟ أم أن ما ورد عن جسيمات جديدة تشتعل من القلق والكحول قد تكون فعلا السبب؟ وما رأيكم أصدقائي؟ هل كرة البرق الغامضة هي السبب؟ أم أن الأرواح الشريرة أيضا دخلت إلى هذا المضمار وسببت هذا الجدل الكبير؟ والأهم، هل تخفي أجسامنا أسرارا وألغازا أكثر تعقيدا وغموضا؟ الله وحده يعلم.